وإلى الزميلة جيسي تراب خستون والصفحة الاقتصادية. مساء الخير. تؤكد مصادر مطلعة بالقطاع النفطي للام تي في استمرار ارتفاع أسعار المحروقات هالأسبوع. سعر صفيحة البنزين متوقع يزيد 400 ليرة والمازوت 200 ليرة. أعلنت وزارة الطاقة أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية عن إشباط هو 415 ليرة تحديداً عن كل ساعة تقنين للمشتركين بالخمسة أمبير و830 ليرة للعشرة أمبير، وأشارت أن المعدل الوسطي لساعات القطع بين المناطق بلغ 320 ساعة بإشباط، وبالتالي الفاتورة المتوقعة لمشتركي الخمسة أمبير عند حدود 133 ألف ليرة وللعشرة أمبير 266 ألف ليرة. إقليمياً، كشفت مصر عن ملامح برنامج اقتصادي معدل للحصول على قرض من صندوق النقد من خلال تخفيف زيادات ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة بنيسان، والتعديل بيشمل تقليص زيادة ضرائب الدخل والمبيعات ورفع حد إعفاء المسكن الخاص. وبيعيش 40% من المصريين تحت خط الفقر، أي بدولارين باليوم، وبيعتمدوا على سلعة بتدعمها الحكومة من الخبز. بتواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها لتركيا اللي بتتضمن إعادة تحريك عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم معارضتها التقليدية، عبرت ميركل عن رغبتها بفتح صفحة جديدة من مفاوضات الانضمام اللي بدأتها تركيا بال2005 وتعثرت بسبب معارضة دول كفرنسا وألمانيا. وكانت بيانت الاستطلاعات أنه حوالي 60% من الألمان بيعارضوا انضمام تركيا إلى الاتحاد. نشر البيت الأبيض تقرير حول عواقب الاقتطاعات بالميزانية بقيمة 85 مليار دولار واللي تطبق نهار الجمعة بحال ما تم التوصل لاتفاق. وأبرز المتضررين المدارس، حيث سيحرم 70 ألف طفل دون الخامسة من العمر من برنامج هيد ستارت، مما بيلغي 14 ألف وظيفة، ورح يتم تسريح موظفي المطارات مما بيؤدي لازدحام وتأخير بالرحلات وأغلاق 200 مطار صغير. كما رح تلغي إدارة الغذاء 2100 عملية تفتيش، مما بيزيد خطر انتقال الأمراض بالطعام. هذه كانت أخبارنا. إلى الأسواق، استقرار ببيروت بظل ارتفاع أسهم سوليدير وتراجع لسهم بيبلوس ب 1.2% اليوم. أما بالخليج فتوزيعات الأرباح هي اللي عم بتأثر على الأسهم المحلية بهالفترة، والمؤشرات مثل ما رح نلاحظ عند شبه الاستقرار. عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات بإيطاليا ضغطت على أوروبا اللي خسرت مستوياتها المرتفعة بفعل المخاوف من عرقلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. الأسهم الأوروبية توقفت عن الارتفاع، ولكن اللون الأخضر ما زال مسيطر عليها. بول ستريت بعض التفاؤل من احتمال فوز تيار يسار الوسط الإصلاحي بالانتخابات الإيطالية، والمخاوف من تقدم اليمين الوسط بمجلس الشيوخ مما بعرقل عمل البرلمان. إلى الذهب يلي حد ما كسبه، كما أسواق الأسهم بظل ترقب نتائج الانتخابات الإيطالية اللي هيمنت على تحركات كافة الأسواق وأثرت أيضا على النفط، كون النتائج بتدل على المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو. أخيرا، المخاوف إذا من الانتخابات عم تضغط على العملة الأوروبية الموحدة اللي عم تسجل بها اللحظات مستويات عند حدود 1.31.50. نهاية الاقتصاد، منتابع ما تبقى من نشرة الأخبار. شكرا جيسي.